يسعى المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لإعلان جولة جديدة من المحادثات اليمنية في نهاية شهر مارس الحالي، في الوقت الذي لم يتحدد بعد مكان انعقاد الجولة المقبلة سواء في العاصمة السويسرية جنيف أو في دولة عربية أخرى بالمنطقة. نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله أبدى استعداد بلاده لاستضافة جولة المحادثات المقبلة، وقال إنه تم إبلاغ الأمم المتحدة والأطراف المعنية بذلك ضمن الجهود التي تقوم بها الكويت لإيجاد حل سلمي في اليمن. جاءت تصريحات جار الله عقب مباحثات أجراها المبعوث الأممي مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد صباح ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد يوم الأحد الماضي حول الوضع في اليمن والتحضيرات الجارية لجولة جديدة من المفاوضات. كثف المبعوث الأممي من لقاءاته وجهوده الدبلوماسية خلال زيارته للمنطقة بهدف التوصل إلى توافق يعلن على أساسه عقد جولة جديدة من المحادثات. وبعد لقائه بأمير دولة الكويت يعقد ولد الشيخ أحمد مباحثات مع الرئيس هادي بالمملكة العربية السعودية، كما يلتقي عددا من المسؤولين السعوديين، ثم يعقد اجتماعات أخرى في الأسبوع المقبل في العاصمة العمانية مسقط مع ممثلين عن حزب الرئيس المخلوع وممثلي ميليشيا الحوثي. التحضيرات الجارية لانعقاد جولة المباحثات اليمنية تأتي رغم عدم التزام ميليشيا الحوثي المخلوع بإجراءات بناء الثقة التي تم التأكيد عليها في الجولات المقبلة، أهمها الإفراج عن المعتقلين وفك الحصار عن تعز والسماح بدخول المساعدات الإنسانية. لكن المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني استطاعا خلال الأيام الماضية فك الحصار الجزئي عن مدينة تعز من الجهة الغربية، وبالتالي فإن هذه الانتصارات المقاومة والجيش الوطني يفترض طبقا للتوقعات أن تفرض نفسها على أجندة المباحثات المقبلة بمزيد من الضغط على الميليشيا لتقديم التنازلات والرضوخ للشرعية الدولية المتمثلة بقرار مجلس الأمن الدولي تحت البند السابع 2216.